نظمت محكمة ولاية غليزان يوما إعلاميا حول الوقاية من حرائق الغابات على ضوء القانون الجديد رقم 2321 المؤرخ في 23 من ديسمبر من سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، وهذا لإبراز المقاربة الجديدة لهذا القانون الوقائي منها والرعية لحماية الثروة الغابية. التغطية لحمزة زروقي. هذا القانون جاء بمقاربة جديدة، مقاربة جديدة لحماية الثروة الغابية وحماية الغابات، ركز على الجانب الوقائي، كما أتى بعقوبات صارمة تصل بوصف جنائي، وبالتالي أصبح الردع محقق بموجب هذا القانون ضد كل من تسول له نفسه المساس بالثروة الغابية. هذا القانون يعزز في حماية الثروة الغابية مقارنة مع قانون 84-12، هناك رفع في الغرامات، وكذلك قوانين صدر عقوبات مشددة، تدابير على المستوى الوقائي عن طريق تنشيط عمليات تحسيسية وإعلامية، بالإضافة إلى إجراءات استباقية وتخطيط عملي عن طريق ضمان التغطية العملياتية لمختلف عبر كامل تراب الولاية عبر مختلف الوحدات وكذا الريت المتنقل، بالإضافة إلى توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنجاح موسم مكافحة حرائق الغابات لهذه الموسم.